بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجعلنا ممن علم وعمل ولازم الأدب وصحب الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم زدنا علما وفهما وفقها والحقنا بالصالحين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إخواننا الكرام في هذا المجلس الجديد المبارك وهذه الحلقة الجديدة من برنامج على درب النور. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمراضيه. في آخر جمعة من شهر شوال المكرم، ما زالت تصلنا أسئلة حول متعلقات رمضان، فشوال رديف رمضان وهو الذي يأتي بعده مباشرة. لذلك فالأسئلة لا زالت تصلنا حول الفديات والكفارات والقضاء وما يتعلق بها، ففي هذا الموضوع وفي غيره أيضا نستقبل أسئلتكم على أرقام الهواتف التي ترونها على الشاشة أمامكم، كذلك نستقبل أسئلتكم من خلال تعليقاتكم على صفحة قناة الفلوجة الفضائية في الفيسبوك. وأسأل الله تعالى أن يعيننا على الإجابة وأن يوفقنا عليها، آمين. حفظكم الله وسددكم، ونبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى. نعم، نبدأ بما وردنا من أسئلة. هنا أخ يقول: كم هي زكاة مبلغ 1,000,000 دينار؟ علما أن هذا المبلغ معد للإدخار، هل يجوز أن أقسمه على بناتي؟ طيب، علما أنهم ليس لديهم راتب ولا معيل لكون زوجي كبيرا في السن ومريضا لا يستطيع العمل، حفظكم الله. لا، أكيد لا يجوز. الزكاة زكاة، الصدقات صدقات. بالنسبة للزكاة، زكاة 1,025,000 دينار، أما كونه معدا للإدخار أو معدا للعمل أو لأي شيء، فالزكاة واجبة في المال المدخر. لذلك يعني لماذا أوجبت الشريعة الزكاة في المال المدخر؟ أوجبتها لأنه تحريضا للناس على العمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نشغل الأموال، قال: حتى لا تأكلها الزكاة، تمام. ولا يجوز إعطاء الصدقة للبنات اللواتي في البيت، لأنه يجب الإنفاق عليهن من غير الزكاة، يجب النفقة على البنات. نعم، طيب، بعد قيام الليل وصلاة الفجر أبقى أقرأ القرآن إلى طلوع الشمس وأصلي صلاة الشروق، فهل تحسب لي عمرة؟ وفي حال تكرارها يومها هل تعتبر عمرة واحدة؟ أولا، عملك هذا إن شاء الله في حج وعمرة، هاي إذا كان في المسجد. بالنسبة للرجال، إذا كان في المسجد يجب أن يكون بصلاة جماعة في المسجد أو في البيت، لكن عموما صلاة جماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله إلى أن تطلع الشمس، ثم بقي يذكر الله في مصلاه، يعني بنفس المكان. مثلا ربما صلاة بالمسجد مو يعني يروح من المسجد على البيت، لا، يبقى في المسجد. وإذا صلى جماعة في البيت يبقى في مكانه، يعني مو يعني إلا بنفس مكان الصلاة، لا، بس يتحرك، ربما راح يم الحايد دايرتشي حتى يقرأ قرآن أو لا بس، لكن يبقى في ذكر الله سبحانه وتعالى في المكان الذي صلى فيه أو حوله قريب، يعني إلى أن تطلع الشمس. بعد طلوع الشمس ب15 دقيقة إلى 20 دقيقة، بهذا الحدود 15 دقيقة تكفي إن شاء الله، لأن هذا وقت طلوع الشمس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، إلى أن ترتفع قدر الرمح، والرمح مقداره 15 إلى 20 دقيقة، واضح أخي؟ فتصلي ركعتين تسمى صلاة الإشراق أو صلاة الشروق. هذه يكتب لك أجر حجة وعمرة، مو فقط عمرة، حجة وعمرة. طبعا هي ما سقط الفريضة، لكن من حيث الأجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فإذا صليتها يوميا يتكرر الثواب، مو كلها بحجة واحدة أو عمرة واحدة، إنما يوميا أجر حجة وعمرة. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للمرأة فلا يشترط لها صلاة الجماعة، فإذا صلت منفردة في البيت وبقيت تذكر الله إلى أن تطلع الشمس، نعم، ينالها هذا الثواب. طيب،
الآن اتصال أخت أم فاروق من الأنبار، تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أنا عندي سؤال. تفضلي. دكتور احنا عندنا بيت ورث مع الأبوية بيت. طيب. وأم وأبوية متوفين. طيب. واحد من أخوتي اشترى حصصنا احنا البنات 5. طيب. اي نعم، اشترى حصصنا بدون ما يقيم البيت. زين انتم شلون رضيتوا؟ شلون رضيتوا انتم بدون تقييم بعتوا له؟ مستحى مثلا؟ والله دكتور شمرين والله شويه توازونا واحنا بأمانهم. بس حتى نفتهم لان الحكم يتعلق بهذا، اجبروكم اكراه او استحياء ولا انتم رضيتوا خلاص بدون تقييم؟ لا برضاتنا، لا دكتور برضاتنا ما برضاتكم. طيب. اي نعم، وهسه البيت يعني هذا واحد من اخوتي الكبير اخذه مو الصغير، وقيموه هسه البيت على 250. زين قيموه. زين بدي اسال سؤال اختي. انتم كان برضاتكم بدون اكراه ولا اجبار، خدعوكم بالسعر؟ لا دكتور. خدعوكم بالسعر؟ يعني قالوا لكم سعر انتم ظنيتوا بانه صحيح لكنه خلاف الواقع، يعني اقل من الواقع؟ اي نعم دكتور، هي ثمانيه، هي هسه يعني هسه الاثنين اخواتي ما تنازلين، هسه حصتهم تقريبا 14. مو هسه مو هسه، انتم ربما بذاك الوقت كان سعر والان ارتفعت الاسعار بعد ما بعتوا، هذا شيء اخر. طبعا. لكن نتكلم بيوم البيعه، بيوم البيعه غرروا بيكم وقالوا لكم هذا السعر هو الصحيح وانتم رضيتوا لو شنو؟ ولا هو لو كان هو هذا السعر بذاك الوقت؟ لا هم قال لنا تزيدون 8 وتتنازلون، احنا رضينا وبعنا لهم. يعني قالوا لكم هذا سعرهم بالسوق ولا هم قالوا تبيعوهم ب8 وانتم قلتوا ايه؟ اي نعم اي، لا ما قال لنا لا سوق ولا شيء، قال لنا راسا هذا السعر 8 وتتنازلون، عاد احنا رضينا وبعنا. كل شيء مالكم عليهم. انما البيع عن تراضي. ولا شيء عليهم؟ لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه نعم، انما البيع عن تراضي. خلاص انتم ما قلتوا لهم، انتم كان بامكانكم تسالوهم ايش قد سعر السوق ايش قد كذا، هو عرف عليك. انا واحد قال واحد قال لي بيش هذا القلم تبيعه بدينار، وبدون ما اسال انا عن سعره قلت له هاك يا بدينار، خلاص انعقد البيع. انا صوتي ليش ما رحت سالت عن سعره؟ اي نعم دكتور، لا والله احنا ما سالنا راسا. انت بارك الله بيك على امانه السؤال، كل شيء مالك يم اخوتك. الله البيع انعقد وخلص. لا لا ما عليكم ان شاء الله. شكرا دكتور، جزاك الله عفوا خير. عفوا. أبو جبار من صلاح الدين تفضل أخي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله ورعاكم إن شاء الله. كرمك الله. على البرنامج الطيب. الله يبارك فيك أخي. شيخنا أنا أريد أخذ ثلث رجال متقاعد وبيتي طرفتين من الطين. زين. وابني مهجر لحد الآن ورجع عودة وما عندي مكان. بيتك من طين؟ اي نعم. وما عندك إمكانية تبني ولا عندك إمكانية تأجر؟ ما أنا قاعد بقاعد طاب والحمد لله بفضل الله ما أحتاج إيجار. قصدي عندك وارد يكفي للإيجار؟ ما لا لا ما عندي الراتب تقاعد 500,000. 500,000 شو يسوي لك؟ وأني مريض وأجي زوجتي مريضة وبنتي مريضة. زين. يكفيكم دواء؟ وريد زين. زين بدي اسالك سؤال، شنو القرض اللي تريد تاخذه؟ قرض اسكان مثلا ولا العقاري ولا شنو؟ السلفه؟ لا لا من البنك، مو لا اسكان ولا ما يحط لي اخذ اسكان. بنك حكومي ولا اهلي؟ حكومي على راتب التقاعد. زين. طيب. وسؤال ثاني شيخنا، تابعت اذان الفجر مال الفلوجه شهر رمضان المبارك. طيب. أذان الفجر ماكو خير على النوم. النوم خير، خير الصلاة خير من النوم. ها على ماكو بالأذان. قناة الفلوج يعني؟ إي بالأذان يعني ماكو الصلاة خير من النوم. سمعوك الجماعة، جماعة الإخراج الآن سمعوك حتى مستقبلا يعالجون هاي المشكلة. بارك الله فيك. أيوة. أشكرك شيخ رحم الله. حياك الله عيني. طيب بالنسبة للقرض، قرض الإسكان أو القرض العقاري صدرت به فتوى من المشايخ الكرام في المجمع الفقهي بإباحته، أنه مباح إذا توفرت شروط العقد، وهو أن يكون الإنسان لا يملك بيتا
ويكون هذا المال للبناء وليس لل يعني وليس لتحسين معيشة أو سيارة أو فتح مصلحة أو شيء، لا، إنما البناء فقط، وإنسان لا يوجد عنده بيت. طبعا على فكرة حدثت ضجة وحدث وصل إلى السباب والشتيمة بين المعلقين في وسائل التواصل بسبب فتوى المشايخ في المجمع الفقهي. بالنسبة للمشايخ وعلى رأسهم شيخنا الشيخ أحمد حسن الطه حفظه الله وباقي المشايخ، هم من خيرة العلماء، وأيضا الذين أفتوا بعدم الجواز كشيخنا الشيخ عبد الملك السعدي وهو أيضا من خيار علماء عصرنا، وكلهم تيجان لرؤوسنا. يا إخوان، لو سكت الجاهلون لقل الخلاف. بالنسبة للمعلقين غير المتخصصين في مواقع التواصل، علماء اختلفوا في مسألة لا يحق لك أن تحشر أنفك بينهم. حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقهاء الصحابة اختلفوا في بعض المسائل الفقهية. هنالك قول يقول قال ابن عباس كذا، قال ابن مسعود كذا، قال عمر كذا، قالت عائشة كذا، قال علي كذا، فقهاء، لكن كل منهم يحترم القول الآخر. نحن الآن إذا سألنا الشيخ عبد الملك السعدي عن الشيخ أحمد حسن الطه وباقي المجمع الفقهي يحترمهم ويجلهم، كذلك مشايخ المجمع الفقهي يحترمون الشيخ عبد الملك ومن يقول أيضا بفتواه ويجلونهم. طيب ما دخلك أنت حتى تتكلم وتقول هذا أخطأ وهذا أصاب؟ من أنت؟ من أنت؟ يا أخي احفظ للعلماء الشريعة مكانتهم، كل منهم له وجهته. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. غاية ما يحق لك يا غير المتخصص، غاية ما يحق لك أن تأخذ بهذا أو أن تأخذ بهذا. يحق لك أن تقول أتورع عن هذا الأمر أو أقلد هذا الشيخ الفلاني في هذا الأمر، لا يحق لك أن تخطئ الآخر. يعني بالله عليكم لو ذهب مريض إلى طبيب وقال له يا طبيب أنا عندي هذا المرض الفلاني، وصف لك دواء، هل يحق لك أن تقول ما هو دليلك على أن هذا الدواء ينفع هذا المرض؟ لا، لا يحق لك ذلك. ولا تقول له ما هو الكتاب الذي رجعت إليه الذي يبين أن هذا الدواء لهذا المرض؟ لا تسأله. هذا في أمر بدنك، لماذا في أمر دينك تعترض على المتخصصين؟ لماذا هنا لا تعترض؟ اتقوا الله ربكم واحفظوا للشريعة أهلها. فنحن مأمورون بتوقير وإجلال العلماء. على أي حال، نعود إلى سؤال الأخ الذي سأل عن مسألة السلفة التي ليست العقارية ولا الإسكان التي قال بها مشايخ المجمع الفقهي، إنما القرض الربوي. سنجيب إليه، لكن هنالك اتصال معلق أظن من بداية كلامنا حتى لا يبقى معلقنا. الأخت أم منير من بابل، تفضلي. سنرجع إلى سؤالك أخي في السلفة. يعني السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، أهلا أختي، مرحبا شيخنا. أنا عندي سؤالين لحضرتك، بس يعني من رمضان ما قدرت أحصلك غير هسه. الحمد لله حصلتين. إيه شيخنا، أنا صارت عندي شغلة وأني صايمة، حلفت مرتين قلت والله، بس هي الشغلة ما صايرة، بس هي كانت بيها حياة أو موت، حياة إنسانة ردت يعني أجيبها للطريق، فاضطريت يعني. يعني تعمدتي، يعني تعمدتي سامحيني على العبارة، بس حتى لأجل صيانة الفتوى، تعمدتي أن تكذبي في اليمين؟ أني هم أهلها كانوا يمي. بس جاوبين على جيبيني ألقد هذا السؤال. تعمدتي الكذب باليمين؟ كانوا يمي. تمام. قالوا لي قلي لها، البنية كانت عليها دين، قالوا لي قلي لها، لأن هي كانت الاتصال الوحيد وياي. قالوا لي قلي لها والله أدينا الدين بس رجعي. فأني قلت لها والله أدينا الدين بس رجعي. زين. أنا ما فهمت العبارة، والله أدينا الدين. ها يعني هو الدين من أدينا؟ يعني كذبة هاي. ها أدينا الدين، عبد يقول أدينا الدين، أدينا الدين. إيه أدينا الدين اللي عليك، هي مو عليها دين، فإحنا دفعناه، قلنا لها دفعنا الدين اللي عليك، بس تمام. إحنا ما دافعينه، فكانت كذبة. بس حتى أرجع البنية. فمرتين أنا قلت لها والله الدين سديناه بس رجعي. يعني هي فيما لو درت ان الدين ما تسدد، فيما لو درت ان الدين ما تسدد ما ترجع؟ لا ما ترجع. ليش ما ترجع؟ تخاف لا يحاسبوها على مود الدين يعني؟ يحاسبوها على مود الدين، لان هي شويه يعني كانت شويه شغلتها صعبه. طيب فاني قلت لها والله ادينا الدين ورجعي. قالت انت وحدك احد يمك؟ قلت لها لا، انا وحدي ما حد يمي. فمن رجعت
هي اكتشفت انه الدين ما مأدينا يعني احنا بعدنا، بس هم بعدين ادوا اهلها من رجعت الاهلها ادوا الدين عادي يعني. بس انا اللي ام صايمه مرتين قلت والله ادينا الدين. طيب هي فيما لو بقت بمكانها ايش راح يصير يعني؟ لو باقي بمكانها واهلها مأدين مسددين الدين تمام، شو راح يصير يعني؟ مو خوش يصير يعني. طيب اي ما يعني طيب. العفو اي مو طيب. خوش يعني تمام أي. تمام تمام طيب اي يعني شلون تدخل سجن او هيك شيء. طيب اي والسؤال الثاني هم انا صايمه، فواحد من اقاربنا اجى طيته مواد بالكيس البلاستيك، من يشق الكيس انا لازمته، من يشق الكيس حاولت ألم الكيس طخت ايديني بايدينا بالغلط. طيب طيب وشكرا شيخنا. اهلا وسهلا. الاخ عبد الحكيم من صلاح الدين تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلون شيخي صح؟ الحمد لله بخير الله يحفظكم. شيخي انا اريد اسالك على موضوع خصوص سلفه. تفضل. انا منتسب بالحشد الشعبي داوم. زين. ومطلوب ما يقارب 25 مليون والراتب ما يكفي اوزعه عليهم. ليش ما ليش مطلوب؟ يعني على العيشة انطلبت على انطلبت على العيشة ولا خسرت ولا صرف على بيت بنية بيت وعلى عيشة قبل كنت ما معين. زين ما كان عندي يعني مطلوب 25,000 مصدر. زين 25 مليون عفوا 25 مليون زين ما يقارب إلى 20 شخص أكثر وراتبي صافي 900,000 وما يعني ما يكفي أوزع عليهم وما عندي عائلة 3 نفرات 4 نفرات ومصرف ومدارس طيب. والعالم أذيتني حيل ومشتكية ويجون للدوام ويجون للبيت شكاوى يعني هل وصل الأمر إلى شكاوى والتهديد بالسجن؟ إيه أكو شكاوى لحد حتى عندي هذا من ال شو اسمه الإصدار مال الشكاوى كلها موجودة. زين عندك سؤال آخر؟ لا رحم الله والديك. حياك الله. الأخ الذي ذكر موضوع السلفة، السلفة غير مسألة الإسكان وغير مسألة العقار، السلفة الحكومية والتي ناشدنا مرارا وتكرارا ونرجو أن تستجيب الحكومة، الحكومة استجابت لبعض المناشدات من قبل خيرين في من علماء العراق ومن الخيرين الآخرين، فرفعت الربا والفوائد عن قرض الإسكان وعن القرض العقاري، رفعت الفوائد، الأجور الموجودة فيها ليست فوائد. بعد دراسة مستفيضة قام بها متخصصون ومجالس مع مشايخ المجمع الفقهي، فهذه ليست يعني ليست فوائد، خلص يعني النتيجة التي خرج بها مشايخ المجمع الفقهي هي ليست فوائد. لكن هنالك قروض ناشدنا مرارا ونناشد أيضا أن ترفع الحكومة العراقية الربا عن جميع قروضها. فهنالك سلف فيها يصرحون بالربا، يقول نسبة فائدة كذا بالمئة. نعم، هل يجوز أخذها؟ هذه القروض لا تحل إلا للضرورة القصوى، ليست لأي ضرورة، كإخراج سجين مظلوم أو يعني لا يملك أهله مالا يخرجونه به، أو لعملية جراحية مثلا، هنالك إنسان يحتاج إلى عملية جراحية إما أن يعملها أو أن يموت أو أن يصاب بضرر شديد ولا يوجد عنده مال، نعم يمكن أن يأخذ هذا للعلاج، مو علاج عمليات تجميل ولا علاج شغلات غير ضرورية، لا يحتاج عملية شغلة حياة وموت أو شغلة ربما يصاب بشلل أو يصاب بعوق أو إلى آخره، أو إنسان لا يجد مأوى ما عنده بيت، إما أن يكون ما عنده بيت خلاص والإيجار ما يكفي، إذا عنده وارد يكفيه للإيجار لا تحل له السلفة الربوية، لكن ما عنده بيت والوارد ماله ما يكفي إيجار يدفع إيجار والباقي يظل يتداين ويأكل وتتراكم عليه الديون، مثل الأخ اللي سأل مطلوب 25 مليون بسبب تراكمات الديون، فإذا لم يكن عنده بيت أو كان عنده بيت غير ساتر لا من حر ولا من برد مثل بيوت الطين اللي تنزل على أهلها مي بالشتاء أو صغير جدا لا يكفي له ولعياله، هذا أيضا يباح له أن يبني بيتا ساترا، يباح له
وكذلك المديون إذا تراكمت عليه الديون وهدده الدائنون بمثل الأخ اللي عليه مذكرات إلقاء قبض وعليه قضايا في الشرطة خلينا نقول باعد نفسه عنها، هذه ضرورات ملجئة يجوز فيها القرض لكن بشرط ألا يجد مالا بأي جهة ولا بأي طريقة يستطيع أن يسدد بها هذه الأشياء، هذه الضرورات القصوى، وما سوى ذلك فالقرض الربوي حرام بلا شك. ونعيد مناشدتها الحكومة، تقول الله في شعبكم، أنتوا لا رايحتوا لا بنيتوا لا بنيتوا لا لا عاد على الأقل شيلوا فوائد الربوية، خلي الناس تستفاد وخلي الناس تأكل المال بالحلال، يمو خلاص لولا قوة الله بالله. الأخت التي أقسمت كاذبة لأجل أمر ضروري، هي قالت لولا هذا اليمين لكان تحصل مشكلة كبيرة، قد تتعرض تلك المرأة للسجن، وسجن المرأة بلا شك ضرورة كبيرة جدا، تسجن المرأة لأجل مال ضرورة جدا. الأصل في اليمين الكاذبة أنها من الكبائر ومن أكبر الكبائر، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ذكر قال واليمين الغموس، وهي التي تغمس صاحبها في نار جهنم، إنما تجوز للضرورات كدفع مظلمة عن إنسان مظلوم، إنسان مثلا مظلوم راح ينعدم أو راح ينحكم مؤبد أو راح يتعرض لعذاب شديد وأني أدري بمظلوم، هل يجوز أن أشهد وأن أقسم يمينا كاذبا لكن أنا أدري بمظلوم، يعني ربما القاضي حلفني على حيثية أنا ما كنت أعرفها لكن أنا أعرف أنه مظلوم ومتأكد من ذلك ليس تخمينا، مثلا أنا أعرف الظالم الحقيقي ثم يسألني بسؤال لم أكن شاهدا له، هل يجوز؟ يجوز، يجوز لدفع مظلمة كبيرة. فهنا مسألة أن تسجن مرأة لا، هذه الشريعة لا ترضها، المرأة لا تسجن، خاصة الآن في سجن المرأة لا تأمن، في زمن المرأة لا تأمن فيه على شرفها في السجون، في كثير من المواضع ليس كلها لكن يعني، ولأجل مال هي لم ترتكب جريمة، أخطأت في مسألة دين أخطأت خلاص يعني. فإذا كان هذا الأمر أختي الكريمة أنت تعرفين نفسك، أنت في كل حال لست مفطرة، في كل حال لست مفطرة، صيامك صحيح لكن هل تكونين آثمة أو لست آثمة؟ في كل حال ادفعي كفارة يمين إطعام 10 فقراء، خلينا نقول 30,000 دينار، كل فقير 3,000، العشرة ما يصير الأقل، وإذا كنت تعلمين بأن يمينك حل مشكلة كبيرة كانت ستقع على هذه المرأة لست آثمة، لست آثمة فيه، لكن ادفع كفارة وصيامك صحيح. لمس الرجل بالخطأ لست آثمة أيضا فيه وصيامك صحيح. طيب افتح الباب الاتصالات أخي المخرج إلى أن نعود إلى الأسئلة التي وصلتنا. الأخت آمنة عبد الله تقول أنا في صلاة الفجر أصلي ركعتين قبلية قبل الفجر وبعدها أصلي صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر أصلي قضاء ما في ذمتي وبعدها أصلي ركعتين للرزق، وأنت قلت في البرنامج لا يجوز أن تصلي صلاة التطوع بعد صلاة الفجر، وأنا منذ مدة طويلة جدا أصلي هذه الصلاة. لاحظي أختي، أولا إذا كان عندك قضاء ملازمة له بارك الله فيك صلي القضاء بالنسبة للفجر والعصر، صلي القضاء قبل الفريضة لا بعدها، صلي صلاة القضاء أولا وبعدين صلي سنة الفجر القبلية وفريضة الفجر القبلية، وإذا أردت تصلين سنة الفجر وبعدين القضاء بعدين الفجر الأداء نعم أيضا يجوز ذلك، المهم الفجر الأداء خليها بالأخير لا تصلين كل شيء وراها. أما صلاة الرزق لا توجد هكذا صلاة، مو كيف نحن نقوم نخلي صلوات ونسمين أسماء، لكن يمكنك أن تصلي صلاة تطوع ركعتين تطوع لوجه الله وتدعين فيها في السجود بالرزق ممكن، أما صلاة اسمها صلاة رزق ما موجودة أي صلاة، مو كيف نحن نخلي صلوات يا أختي، وهذه الصلاة لا تصليها بعد الفجر ولا بعد العصر، صليها بوقت الضحى بوقت الظهر بوقت المغرب بوقت العشاء، صلي ركعتين تطوعا ثم اطلب من الله أن يرزقك في السجود، وهذا من مواضع الإجابة. نعم أم محمد من دهوك تفضلي أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك شيخنا. يا مرحبا أهلا وسهلا أختي.
نفتخر احنا عراقيين لان انت عراقي شيخنا. استغفر الله. نشكرك على هذا البرنامج، تعلمنا منك يعني الكثير. الله يحفظكم اختي، اشكر ثنائك، شكرا جزيلا. الشيخ عندي ثلاث اسئله اذا ماكو زحمه. تفضلي اختي. اول سؤال عندي، الصيام يعني نصوم ستة البيض يعني لا حياة بدين قبل الدين علينا برمضان نصوم ولا نصوم ستة البيض عادي يعني؟ تقصدين الايام البيض ولا ستة من شوال؟ ماكو ستة البيض، ايام البيض ثلاثة. هي يعني هي اللي ورا رمضان نصوم ستة من شوال. طيب ايه؟ تقصدين تصومين بعد قضاء رمضان ولا قبل القضاء؟ ايه. طيب هذا السؤال. والسؤال الثاني عندي، بالتأياني معوقة زين يجوها خطابة واخوانها ما يقبلون يزوجوها، وهم رادت يعني ان اوصل لك هاي الرسالة، هل يعني حرام عليهم لا حق يعني دافع عن حقه؟ زين ليش يرفضون تزويجها؟ هي يعني معوقة، اذا اللي يريد يتحمل عوقها الزوج مهمة، ومعلش من يمهم يقولوا لا احنا ما نزوجك يعني، لا العالم تقول نتخلص منك. عجيب، لا حول ولا قوة إلا بالله. يظلم يعني يظلم كثير. حتى ما تحكي الناس. زين ليش ما حسب حساب الله شو يقول؟ حسب حساب بس الناس شو تقول؟ خطية معاناة. سأجيب يعني وأرسل الجواب إليهم. إذا ما كانوا يشوفون البرنامج، أنت من أمك مؤتمنة، سواء أنت بنفسك أو تخلين زوجك يوصلهم الكلام إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. عندي سؤال آخر. السؤال الثالث عندي، سلفتي يعني أمها توفت زين، وامها يعني زوجها ما خلعت تروح وياها، ويعني امها ماتت وزعلانه منها، وهي يعني الملامه عاد تقتل قلبي عاد تنقهر. زين ليش زين امها زعلانه منها ليش؟ لان زوجها ما يخليها تروح عليها؟ ايه لان ما راحت عندها، بقت ما راحت لان زوجها يمنعها، لان منعها راحت شافتها ورجعت امها قالت لها لا ابقي معايا، فما قدرت تبقى معاها بس يوم واحد. ليش ما قدرت؟ لان زوجها منعها. زوجها منعها لان وتحس بالذنب، تقول يعني والدتها لا ما راضي عليها، فهم طيب. حبت اوصل لك هاي الرساله. تمام، اشكرك شيخي. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. الو اخت غيداء من كركوك، تفضلي اختي. الو تفضلي اختي. تسمعني زين فضيلة الشيخ؟ أسمعكم واضح. نعم فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤال. أنا خريجة كلية الطب، اللي بعد التخرج الوزارة توزع الأطباء كل من حسب معدله وبمقاعد معينة لكل اختصاص توزعنا. طيب. اللي يصير إنه بعد التوزيع للاختصاصات الطبية، مثلا هو توزع طبيب توزع على اختصاص غير مرغوب، هو ما يريده أو مو هو هذا هدفه هدف دراسته، فاللي يصير إنه يتفتح التخويل، فالأطباء بالوزارة يلجؤون للوزارة إلى فئة معينة من الوزارة يستحدثون لهم مقعد، لكن بشرط واسطة ودفع مبلغ مادي. يعني سؤالي، هل هو هذا الدفع المبلغ المادي يعني هل هو حلال يعني ام حرام يعني؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اسمعك اختي، اسمعي. الو. نعم اختي اسمعك، اسمعك واضح. السؤال شو واضح؟ السؤال شو واضح؟ عندي سؤال اخر. نعم. انت قلتي طلب. لا فقط هو هذا السؤال. تمام، انت قلتي طلب يعني يطلبون منا طلب وفلوس، شنو؟ نعم. بس نطيني مجال اختي، انت قلتي يطلبون منا طلب وفلوس، شنو الطلب الاخر؟ عفوا ماذا اسمعني؟ انت قلتي هذا الجانب من الوزاره يطلبون من الطالب شيئا ومبلغا من المال، شنو الشيء الاخر؟ لا ليس شيئا اخر، وانما واسطه يعني واسطه ومبلغ مادي. واسطة ومبلغ طبعا من هذا المال. الشيء واسطه. نعم. ومبلغ من المال. اي صحيح، هذا يعني هذا الشيء موجود صار له 3 سنين تقريبا، هو التحويل من اختصاص الى اختصاص اخر. يعني الريد جانب واحد، الريد جانب واحد. نعم. ما يدخله الفساد، يعني الدخول الفساد والواسطات ودفع الاموال في المجالات الطبيه اليس عبثا بارواح هذا الشعب؟ تمام اختي، تمام اختي، تمام. تسمعي الاجابه، عندك سؤال اخر؟ لا هذا فقط هو هذا السؤال. تسمع الإجابة، خليك شوي، أنا عندنا اتصالات معلقة. أم صبرية من بغداد، تفضلي أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، علينا وعليكم يا رب تقبل الطاعات. سؤالي، هل
اذا تهيألي يجوز الترحم على غير المسلم، واذا لا يجوز ماذا نقول؟ زين، شكرا. اهلا وسهلا. نجيب على الاسئله. الاخت التي ذكرت أن المرأة في العادة يكون عندها قضاء بسبب العذر الشرعي، يكون عندها قضاء بعد رمضان، هل تبادر في البداية تصوم القضاء ثم تصوم الستة من شوال، أم يجوز أن تصوم الستة من شوال ثم تؤجل القضاء فيما بعد؟ ربما المرأة معتادة وفي الغالب تصوم القضاء في الشتاء أو هكذا. يجوز أختي، يجوز كلا الأمرين. الأفضل بلا شك أن تقضي المرأة ثم بعد ذلك تصوم ستة من شوال، لكن لو صامت أولا ستة من شوال يعني خلال شوال صامت ستة أيام ثم أجلت القضاء إلى الشتاء أو إلى أيام أخرى بعد ذلك، لا مشكلة، لا مشكلة، الصيام صحيح أيضا. بالنسبة للبنت المعاقة التي يتقدم الرجال للزواج منها وأهلها يرفضون، لماذا يرفضون؟ إخوانها يرفضون بحجة أنه سيقول عنا الناس يريدون أن يتخلصوا منها، يعني هي بس هاي. طيب البنية الصحيحة إذا زوجتوها ما راح تقول عليكم العالم، ما راح تخلصون منها؟ ما هذه العقليات المتخلفة وما هذه خاف أحكي حكي وينحسب علي. يعني إلى متى نحن نحسب حساب الناس ولا نحسب حساب الله سبحانه وتعالى؟ ما تقول الله راح يحاسبني، أنا أظلم هذه المرأة، أظلم هذه الفتاة، والله تعالى سيسميني ظالما، أنا راضي ولا أريد أن يقول عن الناس تخلصوا منها. يعني يحسبون حساب الناس أكثر مما يحسبون حساب الله سبحانه وتعالى. أما تخشى يا ظالم أن يوقفك الله تعالى يوم القيامة ويقول لك عبدي جعلتني أهون الناظرين إليك، استهونت بنظرتي إليك وبحكمي عليك، واستثقلت حكم الناس الذين لا ينفعونك ولا يضرونك، لا كلمتهم تشفع لك ولا غضبهم ينجيك من النار، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اتقوا الله ربكم يا إخوة. حتى الأب أكو سلطة على الأبناء أكثر من سلطة الأب؟ ترى ماكو أقوى من سلطة الأب إلا سلطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأب لا يحق له أن يمنع ابنته من الزواج من كفئ، بحيث إذا منعها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يتكلم للآباء. طيب، فإذا رفض الأب تزويج ابنته من كفئ يحق للبنت أن تخلع ولاية أبيها عند القاضي، مو الولاية مطلقا لكن ولاية التزويج، تقول يا سيادة القاضي أبويا ما يقبل زوجني. يجون الناس أكفاء ما عندهم مشكلة لا بدينهم لا بأخلاقهم ولا بسمعتهم، ما عندهم مشكلة يعني، ويرفض تزويجي. ليش؟ خاف الناس تقول كذا، أحتاجها بالبيت تشتغل لي، أحتاجها بالمزرعة تشتغل لي. فالقاضي يقول لها اختاري من أرحامك عمك أخوك إنسان يكون والي، بحيث أنا أجعله واليا ويعقد لك عقد الزواج. إذا وجدت من أقاربها من يصلح لولايتها ولا يظلمها ويمكن أن يزوجها الإنسان الكفوء تختاره، وإذا لم تجد تقول للقاضي أنت ولي فزوجني أنت، مو عدل أبخوها، أنت شنو حقك عليها؟ شنو حقك على أختك مانعها من الزواج يا ظالم؟ اتقوا الله ربكم. الذي يفعل مثل هذا الأمر هذا من حطب جهنم، هذا من الملعونين المطرودين من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا كان الأب لا يحق له أن يمنع هذا الأمر، من أنت؟ اتقوا الله ربكم، اتقوا الله يا أخي. أختك إما نارك إما جنتك. جنتك إذا رعيتها، إذا أنفقت إليها عند حاجتها منك، فأنت يجب أن تكون حزام ظهرها وأن تكون سورها، هذه تكون عندئذ جنتك. وأما أن تظلمها فستكون نارك، فهذا أولا من الظلم وثانيا من قطع الرحم. اتقوا الله ربكم. أخت سألت بأن سلفتها، كلمة سلفة باللهجة العراقية نقصد بها زوجة أخي الزوج، يعني مثل ما العديل ماخذين خوات، فالسلفات ماخذات الإخوة، نسميها وحدة سلفة الأخرى باللهجة العراقية. فأمها كانت مريضة، ذهبت لزيارة أمها، كانت أمها تحتاجها أن تبقى عندها، لكن زوجها منعها فاستجابت لزوجها وذهبت. بعد ذلك ماتت أمها، أمها لم تكن راضية لأن ابنتها ذهبت منها، كانت تريد أن تبقى مدة أطول،
والآن تحس بالذنب لأن أمها ماتت غير راضية. أولا أختي اطمئني من هذه الناحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أمنا أم المؤمنين عائشة عليه السلام قالت يا رسول الله من أحق الناس بالطاعة للمرأة؟ قال زوجها، وللرجل قال أمه. فهي أمها كانت تريد أن تبقى وزوجها يريد أن تذهب، فاستمعت كلام زوجها، طبقت الشريعة لم تخالف. لكن نقول للأزواج راعوا مشاعر زوجاتكم مع أهلهن، لا تحرم مرتك من أهلها ولا تحرم أهلها من شوفتها، أهلها أصحاب فضل عليك لا تنسى. الأم والأب ربوا بنتهم، حافظوا عليها، هي لو ما كانت مرأة جيدة أنت ما تزوجتها، حافظوا عليها، ستروا عليها، أنفقوا عليها المال حتى كبرت جيت أنت تنطوك إياها، ارتضوا بك وأحصنوك، فرد لهم الفضل، لا تمنعها عنهم، لا تجعل هنالك قطيع بينها وبينهم. تقول الله عندك مشكلة ويا أهلها، مشكلة تخصك إلك، مو تحمل زوجتك تنقل مشكلتك عليه وتخلي تستقل وتنفصل عن أهلها. نعم إذا كان الذهاب البنت إلى أهلها يعني يحدث مشاكل ويعني يغير الأخلاق وإلى آخره، هذا أمر آخر، لكن بالأصل مو من لأن مشكلة أنت عندك وياهم أو ربما طبع عند الناس، لا تقول الله ربكم. مثل هاي الأخت خطيئة خليت الحسرة، حسرة أمها بقلبها وحسرتها بقلب أمها، ليش؟ أنت مو آثمة أختي بكل الحالة، أنت مو آثمة، لكن نعتب على زوجك، خليت هاي الحسرة بقلب المرأة اللي ما ماتت على بنتها خطيئة، وخليت البنت تتأثم وتحس بالذنب على أمها المتوفاة، ليش؟ شو اللي استفاديته؟ وشنو كنت تخسر لهم؟ خليت باطلة ليلة ليلتين، يقبل راح تنقل بالقيامة يا أخي. شوية راعوا جوانب النفسيات، راعوا جوانب النفسيات، فإن جبر الخواطر من الإيمان، جبر الخواطر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر من القصر مو من التقصير، يقصر صلاته يعني يقلل صلاته سرعة بالسرعة جبرا لخاطر أم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، كان يحب كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح وينتعش عندما يقف بين يدي الله، يصلي بخشوع وطمأنينة ويصلي صلاة طويلة. لكن إذا سمع إحدى المصليات، وطبعا المسجد كان فيه رجال ونساء، يسمع طفل يبكي، النبي صلى الله عليه وسلم يقصر صلاته، بمعنى يصليها سريعا. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمعت بكاء الطفل فأشفقت لأمه عليه صلى الله عليه وسلم. يقول خطيئة سأل أم حسب حساب هذا الطفل ليش دا يبكي، خاف يريد رضاعة، خاف الأم انحرجت لأن الابن شوي سوى هرج بالمسجد، خاف الأم قلقت على الطفل ليش دا يبكي. النبي صلى الله عليه وسلم يترك كل الاعتبارات اللي ذكرها في مسألة الخشوع والصلاة وكذا فيصلي مسرعا، جبر لخاطر هذه المرأة. فجبر الخواطر يا إخوة من الإيمان، اجبروا الخواطر بدلا من أن تكسروها وتحدثوا بعد ذلك جروحا قد لا تلتئم إلى الموت. عموما أختي أنت لست آثمة. الأخت التي ذكرت بأنها تخرجت من كلية الطب، أسأل الله تعالى لها التوفيق، وتذكر أنه طبعا معروف طلاب الطب التعيين وزاري مباشرة يقولونهم أحيانا ينقل طالب إلى غير تخصصه أو إلى التخصص الذي لا يرغبه، ربما هنالك تخصص الطبيب لا يجد نفسه فيه كفءا، ربما يجد نفسه في مكان أكفأ منه. تقول أحيانا هنالك مكان في الوزارة تأخذ مالا مقابل أن تختار أنت التخصص، هل يجوز دفع المال؟ بلا شك هذا من الرشوة، والذي يأخذها ملعون، لأنه يجب عليه أنه يضع كل ذي حق في حقه دون أن يأخذ مالا. تعالى شنو داي تسلم راتب؟ ما تقول بعد قد ينطوكم رواتب، إيش قد ينطوكم بعد رواتب حتى تمتلي عنكم، هاي اللي ما يمليها غير تراب. عموما بالنسبة للي يأخذ سم ونار ببطنه وبطن عياله حرام، أما بالنسبة للي يعطي لا يجوز إلا للضرورة. شنو الضرورة أختي؟ إذا كنت تجدين نفسك كفوءة في هذا التخصص وقد منعت منه فمن حقك أنت أن تذهبي إليه، فيجوز لك أن تدفع المال لاسترداد حقك بشرط ألا يكون هذا المال سببا لإقصاء إنسان أكثر استحقاقا منك، ربما أنت ما تضرين إنسان. وإذا خلوش بالقسم اللي
وقع اسمك به مثل ما نقول ما راح تبدعين به أو ما راح تؤدين وظيفتك كما ينبغي، إنما تجدين نفسك تؤدين الوظيفة في ذلك المكان أكفأ، فاذهبي إلى المكان الذي تجدين فيه نفسك أكفأ. مو الراحة، مو والله حتى دوامي قليل والدوام متعب، لا، نتكلم عن كفاءة. إذا وجدت نفسك تخدمين الناس، هذه مسألة أرواح، تخدمين الناس في هذا المكان أفضل، ومنعت منه إلا بالفلوس، اعطي الفلوس، لأن العبرة بالخدمة الحسنة. إلا إذا أقصيت إنسانا أكفأ منك فلا يجوز. زينب من بغداد تفضلي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أنا معودة أصوم شوال، صار يمكن أزيد من 25 سنة أصوم. الله يتقبل يا رب. إن شاء الله. باي السنة شوية مريضة فصمت أول يوم، يعني أفطرت ضغط ارتفاع، أفطرت يومين ثلاثة، صمت الخميس، رديت السبت شو اسمه صمت، سمعت أذن 25 دقيقة هيك، الأحد ما صمت، الاثنين صمت ما سمعت أذان، 22 دقيقة شربت مي، الثلاثة نفس الشيء يعني 19 شربت مي، بس كان بعدين سمعت أذن، فهل علي أذن بآني؟ يعني بتقصدين شربتي قبل صلاة المغرب؟ لا لا، ويا السحور يعني. ها المهم شربتي مي يعني تسحرتي قبل دخول الفجر يعني. قبل دخول الفجر. بس دافرش بس أنا سمعت دي أذن، ونوبة الثانية ما سمعت همينة، فهل علي ذنب أعيدها اليومين؟ طيب. السؤال الاخر دكتور، انا مرت اخويا قالت لي ما اقدر اصلي الضحى يعني بالمدرسه على دوام قبل فتره، قلت لها اصليها بالستة ونص قبل لا تروحين تعمل الاذان، اذا بثلاثة ونص ورا الاذان بثلاث ساعات انا اصليها هيك، قالت لي يصير، قلت لها يصير، سهل علي نبقاني. تمام، شكرا دكتور. اهلا وسهلا. ام عمار من بغداد تفضلي اختي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور خبرتك كان قبل رمضان، قلت لك ابني لقى محفظة وصرف لي فلوس هو عامل ولدي اياه، بس عيدي له سؤال اختي لان انا ما اتذكر لان كثير ترى الاسئله. قلت لك ابني لقى محفظة فيها فلوس، كان وقت عيد ولقاها وصارفين هم الفلوس، شقيقين المحفظة وشقيقين الاوراق بيها ودابين، انا ما ادري فيهم الا من اللي جا صارفين. بلكة اوراق مهمة، بعدين الله قالوا لي بلكة أوراق مهمة يعني. ما أعرف، ما أدري، ما أعرف. شكبرة هو صغير وكبير وإيش قد عمره؟ يعني هو عمره 11 سنة. 11 سنة مو بالغ. طيب. إيه. بس أنا ما يعني ما أدري إلا بعدين يلا قالوا لي ورا ما صرفوا الفلوس. طيب. إيش قد المبلغ؟ قال لك ابنك إيش قد؟ هي يمكن 15 ماخذ هو نص وهذا الولد اللي وياه نص. طيب. بس انا دفعت انه 15 كيلو ورا ما تخفي. المن دفعتي؟ يعني فقير. فقير. مو بالكيف تنطيه الفقير يا اختي. ومزق على اوراق حتى يخفي اثار ال اي هو لقاها بالشارع يعني مو اخذها من احد. عندي سؤال اخر؟ اي نعم. شيخ خاني عندي ابني مثل مرات القى عنده مثل فلوس لو هاي لو من ابوكم اخذ من عندهم مثلا، بس اصرفهم على البيت مو اصرفهم على اي شيء، بس ما اقول لهم. حرام له حلال. مين تاخذين قلتي من الاب من زوجك؟ اي هو من زوجي لو من ابني يعني مثلا القى اخذ من عدن اصرف خاك، بس ما اقول لهم يعني. زين هم لو يدرون يرضون ولا لا؟ لا هو مو يعني مو مبلغ كبير، مبلغ عادي. بس جاوبيني على قد السؤال، ها يرضون او ما يرضون؟ زين. اي طيب ابنك ايش كبره؟ ابنك ايش كبره ابنك؟ مرات اخذ من زوجي مثلا احتاج واخذ ابنك ايش كبره؟ على البيت كل صرف على البيت ما اخذ لاحد. ابنك ايش كبره؟ ها؟ ابنك ايش كبره الله يحفظها اللي تاخذين فلوس منه؟ ها ها عمره 20. 20 زين. تسمعين الاجابه ان شاء الله. رحمه الله عليك. اهلا وسهلا. ام فهد من اربيل تفضلي اختي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك؟ الحمد لله بخير الله يحفظكم. الله يبارك فيك. عندي سؤال دكتور، انا يعني زوجي قبل اربع ايام خمس ايام هيك صارت مشاكل بيناتنا، حلت علي بالطلاق، انا ما اطلع برا ولا اهلي يجون، مو يعني خالتي صارت مشاكل وقال لي خالتك ما تجي يمنا، حلف بالطلاق زوجك، يعني حتى خواتي قال لي ما تحكين وياهم ولا تحكين ويا امك، يعني توسلت بي على امي قال لي ما يخاف امك ما يخاف تجي. شنو كان لفظ زوجك؟
يعني قال لي انت مطلقه من عندي بالثلاثه وانت تحرمين علي واذا طلعتي برا انت مطلقه من عندي. انا قلت له انا ما اقدر ادخلنا على امي. ايه هو كان ارفاض يعني فرد مره كان مو يعني حكينه مو زين يغلط وهيك. ايه بعدين رجع قال لي ما يخالف اذا قريب منك اذا قريب منك زوجك ممكن تنطيني يا اختي لان فتوى الطلاق ما تنقل من واحد لواحد. فتوى الطلاق ما تنقل والله ما بس انا دكتور انا سالته بعدين هو سمح لي وراها بيومين ثلاثه قال لي روحي ببيت اهلك مو بكيفه يسمح وانت حلفت ايه وانت حلفت بالطلاق انه انا ما اروح ببيت اهلي. ايه قال لي لا روحي انا كنت عصبي. قلت له يعني انت وربك تنجاز اذا على هذا الشيء اذا ما اعرف انت اشك بقلبك من قلت هذا بالطلاق. قال لا انا كنت عصبي ونيتي يعني كان غير نيه وما يخالف بس من تحكين ويا خواتك او ويا قول لي لي يعني يطلق اللي يعلق يعني طلاقه على اللي يعلق طلاقه على ظرف معين مو بكيفه يلغيه مو بكيفه يلا انا سمحت لك مو بكيفه خلاص صار الشرط معلق برقبته مو بكيفه يعني انسان يقول انا حلفت إيه على شغله بعدين تتنازل مو بكيفك تتنازل النذر والطلاق واليمين يعني واحد مو بكيفه انا سالته قلت له يعني انت وربك تنجاز انا ما اعرف ايش اكو بقلبك من حكي هذا سؤال وضح اختي عندي يعني سؤال اخر تمام ليش رته هو حتى اعرف درجه الغضب ماله مو كل غضب معتبر اي والله زين والسؤال الاخر انا صمت 6 شوال بس يعني ما اعرف صمت 6 لو صمت 7 يعني صمت يوم زايد قلت خلاص يعني انا ما صايمه زين يعني هل يجوز؟ نعم يجوز اذا صمتين 6 كان بها ونعمت واذا صمتين 7 فهذه 6 مال شوال والسابع تطوع يحسب لك ثواب اضافي يعني الله يبارك فيك بس الله يرحم اهلك بس اريد منك خدمه انه بس تدعي له هو تدعي لاخوي ان شاء الله الله يشفي اسره اسال الله ان يعجل فرجه ويحسن خلاصه هو ان يقوم زوجك ان شاء الله ندعو لهم باظهار الغيب ايضا الله يبارك فيك الله يخليك الله شكرا اهلا وسهلا بالنسبة لصلاة الضحى صلاة الضحى أخت سألت قالت أنها تتأخر بسبب الدوام فقالت لها صومي بعد الساعة 6 مثلا إذا كان يؤذن الساعة 3 نعم وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة فإذا كان إنسان هو طبعا تأخيرها أفضل أن يكون قبل صلاة الظهر لكن أحيانا إنسان يلزم بدوام وهذا الدوام ما عنده بمجال أن يصلي صليها قبل ما تطلع الدوام ساعة 6 ساعة 7 المهم أن يكون بعد طلوع الشمس بربع ساعة فأكثر نعم يدخل وقت صلاة الضحى يمكن صلاتها وأجرها كامل. بالنسبة للأم التي وجد ابنها محفظة يجب أن تسألي في المنطقة التي ابنك وجد فيها المنطقة أن تضعي سؤالا هنا وهنا فإذا جاء صاحبها يجب أن تعطيه قيمة المال وإذا لم يجئ صاحبها خلاص أنت طلعتي هذا المال على ثوابه. بالنسبة للمرأة التي تأخذ المال دون علم زوجها إذا كان الزوج مقصرا في النفقة لا يعطي ما يكفي الأم وأولادها غير البالغين الصغار. بالنسبة للنفقة النفقة للأبناء تنتهي بالبلوغ بعد البلوغ ما وجب على الأب ينفق على أبنائه إذا أنفق عليهم هو إلى أجر زائد ويجب عليهم بر زائد أما بالنسبة للبنت تجب لها النفقة إلى أن تتزوج. فإذا كان الأب يعني البيت يحتاج والأب لا يأتي يحق للأم أن تأخذ على قدر الحاجة. وبالنسبة للابن أيضا يجوز لك أن تأخذي منه ليش؟ لأن هو ما واجب تنفقون عليه إذا عمر 20 سنة إذا ما صرف على البيت أو أنتم ما واجب على الأب أن يصرف على ابنه اللي عمر 20 سنة فإذا كان الأب يصرف عليه خلف الله عليه وبأجور أجر زائد وأيضا يحق لكم أن تأخذوا من ماله لتنفقوا عليه. نعم حتى لو كان دون علمهم تأخذين من ندوا لابن الجيب ماكو مشكلة إن شاء الله. الإنسان عندما يقسم على زوجته بالطلاق ما تحكين ويا ابنك أو يا أخوك بالطلاق ما تروحين على البيت بالطلاق ما تحكين ويا أمك أو أنت مطلقة إذا طلعت من البيت مو بكيف بعدين يلغي هذا الشرط يلا أنا اسمح لك لا خلاص أنت من قلت هذا الكلام ربطت به يصير واحد يقول والله ألا أروح على فلان مكان ورا مدة قال أردت نازل عن اليمين مو بكيفك عين اليمين صار برقبتك اليمين والنذر والطلاق بمجرد أن ينطقها الإنسان فأنت إذا لم تنفذ الشيء الذي طلقك عليه طلاقك يقع إلا إذا وصل من الغضب إلى درجة فقد بها يعني أغلقت مدارك عقله يقول ما عدت أستطيع أن أسيطر على لساني
الكلمة لا أستطيع أن أمنعها من الخروج، أو وصلت إلى درجة لا أدري بنفسي ماذا أقول، عندئذ لا يقع طلاقه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. لكن إذا كان غضب لم يصل إلى هذه الدرجة احذري أختي. إذن قولي لزوجك أن يذهب إلى إمام الجامع ليسأله ليأخذ منه فتوى. وبالنسبة للأخت التي سألت عن أجبناها مسألة من صام أكثر من 6 من شوال تحسب له 6 والباقي تطوع. نعم، الأخت التي ذكرت بأنها هل يجوز الترحم على الكافر؟ قلنا في حلقة ماضية الكفر لا يمكن مغفرته، لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالكفر لا يمكن أن يغفر بنص القرآن الكريم. لكن الكافر عنده ذنب الكفر وعنده ذنوب أخرى، باقي الذنوب الأخرى هل يمكن أن تغفر بمعنى أن يخفف العذاب يوم القيامة؟ ممكن، لكن أن يدخل الجنة؟ قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم، انتهى وقت البرنامج، وفقنا الله تعالى وإياكم لمراضيه. في آخر ساعة من الجمعة يستجاب الدعاء، فأرتجي دعاءكم وأدعو لكم بالخير، وتقبل الله منا ومنكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.